مؤلف أدت إلى غلق مجلس الشيوخ الأمريكي. العراق صرح عن وجود 8500 لتر من الجمرة الخبيثة، لكن لجنة الأمم المتحدة الخاصة تقدر أن صدام حسين يمكن أن ينتج 25,000 لتر منها. لم تكترث واشنطن بتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلف الأطلسي كانت تعد قواتها لاحتلال العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شاملة. 20 عاما تمر على تصريحات كولين باول، لكن كذبته حاضرة في الذاكرة العراقية والعربية والإسلامية وذاكرة العالم. لتتحرك واشنطن منفردة مع حليفتها بريطانيا نحو العراق على أجنحة مزاعم سرعان ما هوت، ليعود وزير الخارجية الأمريكي نفسه ليعترف بزيف الحجة، فتتوالى الاعترافات من مصادر مختلفة. إنها قصة معقدة، لكن الأمر المهم أنني أقول إنها كذبة. أقول إن الرئيس بوش كذب، وأعتقد أنها كذبة مدمرة ومؤسفة. لا تمنع الكذبة الأمريكية ثم تدمير العراق ومؤسسته من مواصلة الخطة، فالعراق يعاني حتى اللحظة ويلات الغزو. عقدان من الزمن لم يتمكن المجتمع الدولي خلالهما من فتح احتلال العراق ومحاسبة مسؤولين عن حجة يعترف بعض من ساقها بأنها مجرد كذبة قتلت الملايين. مبررات كثيرة سيقت في حرب الولايات المتحدة وغزوها للعراق، لم تلبث طويلا لتكشف أسبابها وأهدافها فيما بعد. لكن مبرر أسلحة الدمار الشامل هو ما يعلق في الأذهان، فحجم الكذبة الكبير تحول إلى تهمة تستحق المساءلة. سامي الأسمر، أرضي.